خلاص خلاص والله والله فيك والله لا اطخك فيها. اليوم لازم اكسر 50 قانون في 24 ساعه. ايش هم القوانين؟ تابع المقطع للنهايه عشان تعرف ايش هم. اول قانون، ممنوع تطلع من بيتك انت بدون ما تعرف وين رايح. انا ما ادري وين رايح، انا عند الجبل. اول قانون دن باقيين 49 اللي بعد. والقانون الثاني اللي حنكسره اليوم راح يكون ممنوع تلبس اشياء مزيفه في امريكا. دن باقيين 48 قانون. القانون الثالث اللي راح نكسره في داكوتا الشماليه يقول لك ممنوع ترقص وانت لابس طاقيه، عشان رمضان راح نغني ونسوي حركات اسلاميه. ف رمضان يا حبيب. كسرنا قانونين. القانون اللي كسرناه هو يقول لك ممنوع تغني بمكان عام اذا كان صوتك مو حلو. فباقي لنا الحين 45 قانون، فيلا اللي بعده. والقانون السادس راح نكسره الحين، يقول لك ممنوع تتجول في ولايه جورجيا بامريكا لانه يمكن تموت. فاحنا كسرناه، والحين راح نروح نكسر القانون السابع بعد السلاح. قبل ما نروح نطلق على الناس، ففي ورده هنا اليوم ممنوع تقطع ورد من الحديقه او من مكان في ورد. هذه الورده الجميله كذا، هذه اللي حط لايك واشتراك. اللي بعد، والقانون السابع اللي راح نكسره ممنوع تقلد صوت حيوانات. ما في صوت، فقاعد اقول ميو ميو ميو. هذه يعني لايك اشتراك سبسكرايب يا حبيبي، ايش قاعد تسوي؟ الحين راح نروح نهدد شخص. فليس قاعد ادور شخص، هو في واحد شخص، يا في واحد خلينا نخش عليه. ارفع يدك ارفع يدك، اسمع ايوه ارفع يدك، انا راح اهدك. لا 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 تفهم، هات لي فلوس بكل شيء. معي جوالي أيوه، معي جوالي معي جوالي. تفضل تفضل يعطيك العافيه. ايش في ايش في ايش في والله. لا 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 خلاص خلاص والله والله فيك فيك والله فيك والله فيك فيك والله والله في صبي صغير نمزح فيك فيك كيف تمزح. يعطيك العافيه شكرا يا عيال. ايش هذا؟ مو طبيعي. انا قاعد اصور والله انه فيك. وكذا يكون كسرنا قانون ثاني. القانون اللي بعده راح نكسره، لازم انطق كلمه اركنكنكسس. اركنكس شباب ما ادري ايش هي، بس لازم انطقها صح. اركنكسس شيء تطلع لكم هنا الزبده، كسرناها. فكذا يكون كسرنا القانون اللي بعده. القانون اللي بعده، ممنوع تسوي نفسك نايم في مكان عام. القانون اللي بعده راح نكسره، يقول لك لازم تربط الشوز حقك وانت بكرامه بالاماكن العامه. هذا مو مربوط. وكذا يكون كسرنا القانون اللي بعده. راح نروح نكسر القانون اللي بعده، يقول لك ممنوع تستخدم الانترنت او جوالك في مقهى. احنا بمقهى الحين ما حد يعرف. بعدين نستخدم الجوال، وصلنا 13,000. كسرنا قانونين. القانون اللي كسرناه يقول لك في بورما ممنوع تستخدم الانترنت، ممنوع تستخدم جوالك في مقهى. يقول لك في قانون ممنوع اسويه، اللي هو ممنوع اهدد شخص بموزه. احنا الحين معنا الموزه، راح نروح ندور شخص نهدده. شباب لقينا الضحايا، شوف شوف ايش يسوي ومدري ايش. الحين ما راح يعرف انه راح يتهدد بموزه. طيب نمشي بدون ما يدري عنه. احنا متخبيين يا شباب. نجي من ورا غدره غدره غدره. لو سمحت ارفع يدك ارفع يدك. انا قاعد اهدك موز. ارفع يدك. اه ديري بالك بس. اوكي هددنا الشخص موزه بس ما اعطانا اي رد فعل. يلا اللي بعده. الحين القانون ال 16 اللي راح نكسره يقول لك ممنوع تكون زعلان وانت في مكان عام. ف طيب القانون اللي بعده يقول لك ممنوع تنام في اماكن عامه. جبنا البامبرز نعطيها تكية، انت حط لك اشتراك شباب. يلا الحين نكون كسرنا قانون ثاني، قالوا لي ممنوع التصوير في المكان هذا. فا يلا. فالقانون اللي بعده يقول لك في اوكلاهامو يقول لك ممنوع تحرش بسيارة. فا يا حالك يا حلو، ان شاء الله قلت جواب. حبيت نوع السيارة وتم التحرش ونجاح. اللهم اني صايم بس. القانون اللي بعده اللي راح نكسر يقول لك ممنوع ترمي حجر في الشارع. بسم الله نرميها بس حنشيلها اكيد يعني. يا جماعة الخير كده كسرنا القانون، فصلوا على النبي. اللي بعد راح نروح القانون اللي بعده يقول لك ممنوع تكب سكر الشارع او ملح. هذا هو، ما ادري شايفينه ولا لا. القانون اللي بعده اللي راح نكسره يعتبر جريمه فدراليه اذا ضربت عمود، يعني سويت له كذا لانه ممكن يطيح عليك. يقول لك في قانون ممنوع تعطس في المكان العام، فكيف يكون كسرنا القانون؟ وممنوع تمشي في مكان عام، زي ما تقول نمشي بالشارع، يقول لك هذا بالمانيا ممنوع، فكيف يكون كسرنا قانونين؟ قانون واحد. والقانون اللي بعده يقول لك ممنوع تتروش الا بوصفه طبيه، بس قبل ما نروح نسوي القانون اللي بعده راح نكسر قانون قبله. القانون يقول لك اسال شخص ايش اسمه وحاول تنطقه بغلط. تعال اليوم، واتس يور نيم برو؟ كيسي. سي كي. نو كيسي نوت سي كي. كذا يكون كسرنا القانون. طيب يا عيال قبل هذا نبغى كمان نكسر قانون ثاني. في قانون يقول لك ممنوع تحط هذا القرش جوا اذن شخص. فراح نرجع مع سي كي. نوتين اي دونت هاف انيثينج تو سي. الحين يكون حتى ففي قانون ثاني يقول لك ممنوع تحط يدك بجيب واحد. دونت تيك ماي مون برو. ما في شيء طفره.
يقول لك ممنوع تمزح يدك بالشخص في ولاية كنتاكي. فهذا كيسي حبيبي كيسي حبيبي يكون أخذنا دن وكسرنا القانون اللي بعده. يعني شباب القوانين هذه أغبى قوانين شفتها بحياتي. في كوريا الشمالية ممنوع تستخدم الإنترنت إلا إذا رحت عند كل الوزارات ووافقوا. فأنا قلت نزلت ستوري بالإنستغرام، اللي يبغى يروح يشوف حسابي في الديسكريبشن عشان يعرف إيش الستوري. القانون اللي بعده اللي راح نكسر يقول لك ممنوع تصفر في كندا، يعني محسوبة صح؟ اللي بعد اللي بعد الحين راح نكسر القانون. تصور احد بدون ما يدري، خلينا ندور ناس. شوف هذولك ما شاء الله. وتم كسر القانون. القانون راح نكسره يقول لك ممنوع تشخر اماكن عامة. يقول لك بامريكا ممنوع تلبس طقم وتكون منسق. فما شاء الله الطقم حقي كل واحد لون. القانون اللي بعده. القانون الثاني راح نكسره راح يكون ممنوع توقف عند اي شيء حكومي لاكثر من 10 ثواني. فهنا تكينينا زي ورا الباب واحد اثنين. طيب يا عيال الحين رجعنا البيت عشان نكسر القانون اللي بعده. يقول لك في الكاميرون ممنوع تشوف التلفزيون بعد الساعه 12 الصباح. زي ما تعرفوا احنا بدينا التصوير الساعه 11 الصباح والحين الساعه 55 دقيقه. فهذا راح يكون اخر تحدي قبل الفطور ونكمل لكم. فخلينا نتابعكم التلفزيون. مين يتابع التلفزيون؟ طيب هذا التلفزيون. طيب زي ما شفتوا تابعنا التلفزيون، نشوفكم بعد الفطور. اللي ما يدري لازم يشترك في القناه عشان اذا وصلنا 100 الف اسرع وقت راح نسوي اكبر حفله سمبوسه في العالم. القانون يقول لك القانون بولاية أورغن بأمريكا ممنوع تاكل البصل بشكل وحشي. يعني ممنوع تسوي كذا شن تكسر، بس ممنوع تسوي كذا وتسوق أم البصل. يعني القانون اللي بعده يقول لك بروسيا ممنوع تمسك الخبز نصح فمك بعد البصل. كذا يكون كسرنا قانونين. انا دخلت احدى العمارات زابن فيها البيت راح ادق عليه. طبعا ممنوع تدق الجرس وتهرب في بريطانيا. فهذا الجرس الزبنة شريني الزبنة شريني انزل زبنة. فتح الباب اول ما نزلت سويناها. يا الله يا الله. اللي بعده الحين لابسين طقم اسود زي ما تشوفوا. فبالنمسا ممنوع تلبس طقم اسود بس بالليل. دن والقانون اللي بعده الحين راح تسوق سيارة بدون رخصة. فلا تسوي هذه الاشياء بالبيت لانها مو كويسة. بسم الله اللقاء. حطوا لايك واشتراك يا شباب. فهذا القانون يقول لك ممنوع تحط الاسكريم في جيبك لمده طويله. فهذا الاسكريم. لما خلصنا القانون هذا القانون في ولايه كنتاكي. يكون باقي لنا اربع قوانين. ويقول لك القانون اللي بعده بالنمسا يقولون ممنوع تاكل ايسكريم قدام البنك. فما ادري ليش هذا القانون. فبس نقول بسم الله. والقانون اللي بعده القانون اللي بعده يقول لك ممنوع تاكل حلاوه اذا كان عمرك فوق ال 14. فهذه حلاوه عليها النشمي. فنقول بسم الله. والقانون اللي بعده طبعا القانون حيكون ممنوع تسرق. فمعنا هذه الخيارة راح ندخل هذا المحل وراح ندخل نسرق. فيلا انا ماني شايف نبغى نسرق اي شيء. فما ادري ايش في دبدوب. خذ الدبدوب طلعني من هنا. والله لا اطخك فيها. والله ما بتعطيني اياه. وين 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 الطريق؟ مع السلامة. طيب بقي قانون واحد يقول لك هذا القانون ممنوع تنام بالسرير وانت لابس شوز. فهذا السرير حنا هنا. يعطيكم العافيه. السلام عليكم. الو مين طفى النور؟